شوفي، أنا وايد كنت مضغوط الفترة اللي طافت، وراجعت أولوياتي وحساباتي، واكتشفت أني ما أقدر أعيش من دونك. أيام أنا بطلق زوجتي وبنفصل عن حليمة، لأن أحبك أنت. أنت الإنسان الوحيدة اللي ممكن تتقبليني بكل عيوبي، بس أعطيني فرصة وأنا مستعد أصلح كل شيء. إيش معنى دلوقتي؟ لأن غبي، أحتاج وقت لين ما أستوعب مشاعري. بس الله يخليك، خلينا نفتح صفحة جديدة. أنت فاكر إنك هتضحك علي بالكلمتين دول؟ أنا من بكرة هروح للدكتور أنور وأحكي له على كل مصايبك، ويلا اطلع من هنا. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عمي غلبان. الله يسلمك ويعافيك. حيا الله الوجه السمح، ما نحرم من هالابتسامة إن شاء الله. الله يحييك، مشكور ما قصرت. الحمد لله أنك بخير، افتقدناك يا ريال في المكتبة. والله عمي أنا اللي مشتاق لك وايد. والله طلعت حساس يا أستاذ غلبان. كنا كذي يا وليدي، شو مسوي؟ الأحاسيس هذه ما تي إلا إذا افتقدت شخص، ولا إنك تكون خايف إنك تفتقده. أوف أوف أوف، أهل السالفة هاي يبالي يلسة محترمة، لازم تأكل في جبدك اليوم وتعترف بكل شيء. من طلع من عندكم وهو حالة ما يسر، كله قاعد بروحه ويفكر في الموضوع. والله يا ستي حالي من حالك. عادوا غانم بعد طلع وسار المكتب وقاعد هناك ويقول ما يبغي يرجع. الله يرحمك يا مغانم ويسامحك، شردت من البيت ولكتهت العيال وعقدت بهم. الله يصفي القلوب ويصلح ما بينهم إن شاء الله. بس عمتي، معقولة للحين ما لقوا مكانها أو عنوانها وين ساكنة؟ كيف شي تختفي فجأة بدون ما يعرفون عنها أي شيء؟ للأسف عمك صار لسنين يدور عليها وما حصل أي معلومة أو أي شيء يدل عليها. أنت يا غيث دايماً تذكرني بشبابي. أنا كنت مثلك بالضبط كذي، خايف، خايف أعترف لها، خايف أقول لها إيش كثر ماخذ قلبي. وبسبة الخوف عشت حياتي وحيد، ودوم قلبي كان يحترق لما أشوفها مع غيري. هي ما كانت تحبك عمي؟ كنت أشوف الحب في عيونها في كل مرة أشوفها فيها، وعقب صرت أشوف العتاب لأني ما تقدميت لها.